ورينا الفندق ودرت الهاتف تاعي اول رساله قلت رساله والدي تاع الاب تاعي والام تاعي بالتهنئه تاعي برافو. من بعد لقيت اصدقائي والشعب راسل لي كاع مبروك عليكم درت جرون ماتش وفرحتونا وشرفتونا. من بعد دخلت في المواقع التواصل قلت لا مواقع التواصل بداوا من الدور الثاني ما الدور الاول ما كنتش على بالهم بلي احنا فريق وطني. متاهلنا الى الدور الثاني تما مين ربحنا غامبيا تما مين كاليفينا كوب ديمون صاي شعنا وينينا بانوا في الشعب الجزائري ولا على باله بلي كاين منتخب وطني من الاطراف باللي تاهل الى كاس العالم وربح بطل العالم ولي باج اون جينيرال تاع الجزائر يقول لك الفريق الوطني راهو فريق وطني راهو انا حطيتها غير عندي انايا باللي لي هكاك الناس بكل ما ملي نعيط لهم هنايا نقول لهم وشي ويقولوا لي الناس بكل اللي تهضر عليكم وحنا متشرفوا بكم. قلت لهم الحمد لله احنا وصلنا رحنا باش نوصلوا الرساله كيما نقولوا باه نوصلوا برك الرساله ساعة وصلناها بجدارة وبأحسن طريقة وتأهلنا عن جدارة واستحقاق. حسينا كيما نقول لك باللي كاين شعب راه مورانا وكاين الناس تشجع فينا زادتنا كيما نقولوا وما كيما نقول الاحساس بالنسبه لي كان احساس خاص لانه انا الادمين تاع الصفحه تما وليت كيما نقولوا تعليقاتي طلعوا تما مورا طلع لي بزاف من مور ذاك الماتش كيما نقولوا بارطاجي بزياده. اغلبيه اللاعبين ما كانوش مصدقين واش راهو يصرى لانه راني قلت لك باه تخرج من اوبجيكتيف تاع تروح ماشي نقولوا مشاركه من اجل المشاركه لكن مشاركه من اجل اثبات الذات. الشعب دعمنا بزاف قلت لك ما في التواصل الاجتماعي من كنا نكملوا مباراه تليفون نخليه في الشومبره كي نعاود نولي نحل نشعل لي دوني والله ما يحبس ترم صحابي ها لعبت غايه هاشتك في التصويره ها كان دعم كبير بزاف راكم ملاح ووصلوا وشرفتونا هذه كلمه تاع شرفتونا هي اللي كانت تدعمنا بزاف كي عيط لك واحد يقول لك شرفتونا شرفتوا الجزائر انا فرحانين بكم صافي بليزير والله تحس روحك لحمك يتشوك تحس روحك راك درت حاجه كبيره.